بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. من السمات التي ما زالت تتبعنا وهي من السموم التي تفسد علاقاتنا بالله هو أن كل ما حضر علم حقيقة علم قرآني إلا تلقى الناس تفرقوا، ليش تفرقوا؟ لأنهم من المغرورين ومن الغافلين، لأن هذه مأدبة الرحمن أن نذكر الرحمن من خلال القرآن، فمن تكبر فهو من أهل الشيطان. ولهذا إذا كان من تشتت فليسوا بمؤمنين، لأن الإيمان يجمع القلوب ويجمع العقول ويجمع الأفكار ويجمع الأهداف ويجمع المخططات ويجمع كل الأقوال كلها يجمعها. لكن إذا كان رأيت تشتتا فاعلم أنهم ليس لهم من الدين إلا أشياء بسيطة، والله أعلم يقبلها ربي وما يقبلها شكل بسيطة، لأنه إحنا أمة حد الآن أمة إقرأ، أول الجاهلين هو أمة إقرأ. لماذا؟ لأن صرنا على عقابنا، وليصير على عقب ويخسر الدنيا والآخرة، يتولى من يولي دبره للدين ويلقي بالقرآن ذهريا لا يهم ولا آية قرآنية قادمة لا تفسر، فأين من أين له يكون عنده دين وهو القرآن من يخاطب به الناس وتخاطب به الأنفس والأرواح والعقول وهو مغناني؟ أين كان؟ وإذا كانت تعلو على من تواضع كما قلت أنت تعلو، إحنا لسنا عن علو إلا على الشياطين، لا علو إلا على الغافلين إلا على الضالين، وأنتم الأعلون ربي قال هذا علونا. أما ما عدا هذه المساحات اللي فيها الظالمين نحن المتواضعين، ومن تواضع لله رفعه الله، ما أنت رايد الرفعة على حسب قولك وعلى حسب همتك وعلى حسب سعيك، تقول أنا نحب من المرفوعي الهمة من المرفوعي الذكر عند الرحمن، أين أنت في الفعل؟ أين أنت في التواضع؟ المظلوم هل أخذت بيده أو أطلقت لسانك للدفاع عنه؟ هل المريض قلت له هيا أسير بك إلى المستشفى وأنا جاء خو ووزع على أهلك وسأل أهلك؟ هذا هو التواضع. أما نقول أنا المال جاء ونفق فيها، فنفق فيها أول قبل من المال هو الشيطان، بعيد أنا لا نصبح للدنيا ولا للدين والعياذ بالله، لأن الرحمة جاية مشتقة من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم الحليم. أين نحن من هذا الحلم وهذه الرحمة والرحمانية؟ أين نحن من هذا؟ والله ما دمنا مترفعين ومتكبرين ومستكبرين ومكابرين، نعيزوا لو طاروا، فليس لنا صفة الإسلام. الإسلام هو تواضع الرحمن وسلامة الخلق من أذانا، ونتقرب زلفى إلى الله بالإحسان للناس وإن أساءوا إليه. هذا هو التواضع، تواضع عملي، لا تواضع صوري ولا تواضع كلامي ولا تواضع مزيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.